السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد سباغيتي. هي بون، هنا لي زانغريديون تاعنا. عندي لي مورسو تاع البولي، وعندي لي زيبيس، عندي الرند وريقه تاع الرند كنت قسمتها على زوج تمد البناخير، الثوم، لا طوماط كونسيرف، و دونك برونش تاع زعيطره، كمون وراس الحانوت وفلفل عكري والملح والزيت بيان سور. بون، هنا في المرميطه تاعي ندير الزيت، كونتيتي تاع الزيت، خليها تسخن ونرمي لي مورسو تاعي تاع البولي، وحدهم نرميهم ونقلب حتى يدو التحميره هذيك الشابه باش يمدوا لي البنه، والماء سخون توجور راه فوق النار. نرمي الثوم تقليبه خفيفه ونزيد عليه لا طوماط مغرفه ونقلب. هذه بنتي. ندير زعيطره العود، ندير ريقه تاع الرند، كمل لي زيبيس تاوي، الملح، ندير رشه تاع المعدنوس كنت ما ذكرتهاش ديجا، زيد شويه تاع المبرك باش ما يتحرقوليش لي زيبيس. هاكا راني كملت، شوفوا الوجه تاعها الله يبارك. دونك درك نغلق عليها، بعد ما طابت طاب لي الدجاج نحيتو اكوتي وزدت له السباغيتي في المرقه. قلت لكم كنت نحيت هذاك الدجاج درتو في الكوشه تحمر، عاود رجعته فيك سباغيتي كي طابت. روعه 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 هذه الوصفه، غير جربوها. سباغيتي تجي فيها واحد البنه هايله. بصحتكم، تلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله، ولا في غوسيت جديده ان شاء الله. سلامه.